اهلا، نورتونا في قناة ايمي يومي. لو كانت اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الوصفات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة بقى وصفتنا زلابية او لقمة القاضي. هنعمل زلابية مقرمشة من بره، شايفين القرمشة عاملة ازاي، وفي نفس الوقت من جوه طرية جدا، وان شاء الله مش هتواجهنا مشكلة ان قلبها يكون فيه عجين. وكمان هوريكم طريقة سهلة جدا ان احنا ازاي نطلعها اشكال متساوية ومنتظمة وكلها تبقى كور زي بعض كده. يلا بينا نبتدي. هحضر الشربات بتاعي، عندي 2 كوباية سكر، 1 كوباية مية، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ورق لورا وعود قرفة وحبهان وقرنفل، أول ما يبتدي يغلي هنزل عليه بمعلقة كبيرة عصير ليمون واسيبه يغلي 10 دقايق لحد ما يتقل معايا، وبعدين هسيبه يبرد تماما أو هدخله التلاجة لحد ما يبرد تماما، علشان احنا محتاجينه يكون مش مفهوش أي درجة سخونية ولا حتى يكون دافي، احنا عايزينه بارد جدا. هيجي بقى للزلابية، انا هقول لكم المقادير بالكوباية وهجمعها لكم في الاخر بالجرام وبالكوباية عشان الناس اللي بتحب تشتغل بالجرامات. برضو عندي 1 معلقة كبيرة خميرة جافة، 1 معلقة كبيرة سكر، 1 كوباية مية دافية، هدوبهم مع بعض. ورشة ملح، معلقتين كبار نشا، وكوبايتين دقيق، اخلط الدقيق كويس مع المكونات بتاعتي. بس ده قوام تقيل جدا، مش ده قوام الزلابية بتاعتي، وده هيختلف من نوع دقيق للتاني. انا هنا احتاجت 1/4 كوباية مية كمان علشان تظبط معايا. كل نوع دقيق يعني حسب النوع اللي بتستعملوه، حاولوا ان انتوا ما تضيفوش كمية مية كتير في الأول علشان تعرفوا بعد كده ان القوام لو محتاج مية تزوده. انا عايزاها تكون سايلة معايا، مش عايزة قوامها تكون جامدة، او مش عايزة قوامها يكون تقيل، انا عايزاها تكون سايلة معايا. هبتدي ان انا اخلطها كويس جدا وادوب الدقيق، مش عايزة يكون في اي كلاكيع دقيق معايا ابدا. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، احنا مش هنزود مية تاني، بس لسه في كلاكيع دقيق او اجزاء دقيق مدبتش، فاحنا محتاجين ان احنا نكمل تقليب تاني اكتر لغاية ما تدوب معايا خالص كده. تمام، خلاص احنا خلطنا الدقيق كله. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر، مش هتاخد معايا وقت كتير، يعني ممكن نص ساعة، ساعة الا ربع هلاقيها بقت جاهزة معايا. كده العجينة بتاعتي خمرت، شايفين خمرت قد ايه. هقلبها علشان اطلع فراغات الهواء منها وابتدي ان انا استعملها. هجيب كيس كريمة بس اللي هو يكون جامد شوية مش الخفيف، وهبتدي ان انا اعبي فيه جزء من العجين، وما نعبيش العجين كله مرة واحدة علشان لسه هنخمر معايا تاني، وهنحتاج ان احنا في كل مرة قبل ما نملاه في الكيس نقلبه ونخرج منه فقاعات الهواء اللي فيه.
هقص طرف الكيس، عندي حلة فيها زيت سخن ويكون كميته كتيرة، وبالمقص هبتدي ان انا احطه في الزيت، وبعدين اقطع حتة بإيدي التانية هضغط ضغطة خفيفة كده على الكيس بحيث يطلع لي جزء صغير من العجينة، ابتدي ان انا اقصه ضغطة خفيفة. هقلب عندي بقى الزلابية في الزيت، ونعرف ان احنا مش هنحمرها على مرة واحدة، احنا هنحمرها على مرتين. اول مرة بتحس تكون يعني لونها ذهبي فاتح، وفي تاني مرة بقى هي اللي هنحمرها بحيث تستوي معانا للاخر وتبقى لونها الذهبي الغامق بقى، اللون الجميل اللي احنا متعودين عليه ده. استمر في التقليب علشان عايزاها تحمر من كل النواحي زي بعض كده. خلاص كفاية عليها الوش الأول، هطلعها على كده. هعيد نفس الخطوات بتاعتي تاني في باقي العجينة لغاية ما اخلص العجينة بتاعتي كلها في الوش الأول، بعدين هبتدي احمرها بقى الوش التاني. هرجع بقى جزء من اللي حمرناه الوش الاولاني عشان تاخد الوش التاني. اهم حاجة ان انا افضل اقلب فيها علشان تبقى كلها لون واحد. كده خلاص بقت جاهزة معايا، هطلعها على مصفى عشان تصفي الزيت الزيادة اللي فيها. وده الشربات بتاعنا بعد ما برد خالص، هشيل منه بقى المنكهات اللي انا كنت حطاها دي. بس بجد التوابل دي بتعمل فرق فظيع في طعم الشربات، يعني لازم تجربوها. ابتدي بقى ان انا اسقيها وهي لسه سخنة معايا بالشربات بقى البارد. شايفين طلعناها اشكالها متناسقة ازاي؟ طريقة سهلة وبسيطة جدا، مجرد ان احنا بس هنستعمل الكيس الحلواني ده والمقص، هتطلع معانا اشكال جميلة ومش هنحتاج ان احنا
يعني نبذل مجهود كبير في ان احنا نشكلها او كده. بص بقى مقرمشة ازاي، مقرمشة وفي نفس الوقت من جوه طرية جدا وانا بضغط عليها، مش يعني مش قادرة اوصف لكم بصراحة. شايفين مقرمشة من بره ازاي ومن جوه قلبها طري جدا؟ ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.